بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبدأ الآن في شابتر جديد بعنوان الجرافيتيشن، اللي هو التجاذب أو قوة التجاذب. مين بدأ في فكرة قانون الجاذبية وإيجاد قوة التجاذب بين الأجسام أو أكثر من جسم؟ اللي هو إسحاق نيوتن قام بعمل معادلات لدراسة قوة التجاذب، فمنشئ فكرة الجرافيتيشن التجاذب اللي هو إسحاق نيوتن العالم المعروف. رح نتكلم الآن في هذا الشابترز عن بعض القوانين كالتالي، أو بعض التوبكس الأول الذي يتكلم عن قانون نيوتن للتجاذب، النقطة الثانية التجاذب ومبدأ السوبربوزيشن وقوة التجاذب بالقرب من سطح الأرض، النقطة اللي بعدها قوة التجاذب داخل الأرض أو جوة الكرة الأرضية، وطاقة الوضع لقوة التجاذب، والكواكب والأقمار الصناعية وقوانين كيبلر، وحنتكلم عن الستلايت اللي هو القمر الصناعي والمدارات تبعها والإنرجي، وآخر شيء نتكلم على أينشتاين والجرافيتيشن. طيب قبل ما نبدأ كده في الدخول في الشابترز، لو مثلا أنا أروح لكوكب تاني غير كوكب الأرض، إيش حيصير؟ طيب السؤال الذي يتبادر، هل تسارع الجاذبية هنا في الأرض هو نفسه اللي في القمر ولا في كوكب آخر؟ السؤال الذي يتبادر، تسارع الجاذبية اللي هو الجي اللي احنا دائما كنا نحله في مسائل الفيزياء في الشباتر اللي قبل هذه، اللي هي قيمتها 9.81 متر برسكر سكوير، اللي هي التسارع الجاذبية، هذا كيف تم حسابه؟ سؤال آخر، التجاذب بين الأجسام كيف يصير؟ قوة التجاذب باللغة الإنجليزية أتراكتيف معناتها تجاذب، أتراكتيف فورس. هذه القوة كيف نشأت؟ هذه القوة كيف نحسبها؟ سؤال آخر، ما هي علاقة حركة الكواكب والستلايس والأقمار الصناعية ومداراتها بالتجاذب بين الأجسام؟ طيب ممكن واحد يسأل، إيش تأثير أو إفكتف السيركولر موشن أوف إيرث، تأثير حركة دوران الأرض على الناس؟ كل هذه الأفكار وهذه التساؤلات رح نتكلم عنها في هذا الشابترز. أول شيء رح نتكلم على النقطة اللي هي قانون الجاذبية لنيوتن. قانون الجاذبية لنيوتن بكل بساطة، نيوتن قال بعد ما أجرى دراسات، قال لك إذا أنا عندي تمام جسم particles تمام في اليونيفيرس في الكون، أو بمعنى آخر توجد قوة تجاذب بين أي جسمين في الكون، يونيفيرس معناتها في الكون، تتناسب طرديا directly proportional معناتها تناسب طردي. شان تناسب طردي؟ إذا زاد أحدهما يزداد الآخر. تتناسب تناسب طردي مع إيش؟ مع حاصل ضرب كتلتهم، وعكسيا مع مربع المسافة. وبالقانون هذا نقدر نحسب الاتراكشن او جرافيتيشنال فورس. الجرافيتيشنال فورس نيوتن قال توجد قوة every particle of matter، يمكن يجيك صح وخطأ اختيارات نص القانون. نص قانون الجاذبية لنيوتن يقول every particle of matter، اي جسم في الكون اتراكس يجذب الاجسام الاخرى بقوة، هذه القوة directly proportional تتراسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتهم، وتتناسب عكسيا inversely proportional مع مربع المسافة بينتهم square of distance. هذا نص قانون الجاذبية نيوتن، ويعطى بهذه العلاقة F تساوي عبارة عن G مضروبة في M في الكتلة الأولى، مضروبة في الكتلة الثانية، مقسومة على مربع المسافة بين الكتلتين. طيب إيش هو الجي وإيش هو الآر؟ الإم خلاص هي كتلة الجسم الأول، والإم الثانية كتلة الجسم الثاني. الجي هو ثابت الجذب الكوني أو ثابت الجذب العام، باللغة الإنجليزية gravitational constant، رمزه جي كابيتال. هذا بالحسابات وجد قيمته تساوي 6.67 في 10 سالب 11 نيوتن في متر تربيع على كيلو جرام سكوير.
حلوين. هذا هو ثابت الجذب الكوني ثابت إيش أو الثابت العام تبع قوة التجاذب. إذن ببساطة شديدة ممكن نشرحها في هذه النقطة، إنه لو أنا عندي two particles أو more two particles تمام، هذه كلمة نسميها M1 وهذه نسميها M2 تمام، وتوجد وكانت عندي مسافة من السنتر تبع الكتلة الأولى إلى السنتر تبع الكتلة الثانية، هذه نسميها R. سيكون عندي قوة تجاذب gravitational force تسمى gravitational force من الكتلة الأولى إلى الكتلة الثانية ومن الكتلة الثانية إلى الكتلة الأولى، تعطى بالعلاقة التالية ال F تساوي ال G، هذا constant ثابت الجذب الكوني تم حسابه، مضروبة في كتلة الجسم الأول مع في كتلة الجسم الثاني مقسومة على مربع المسافة بين هذين الجسمين. ملاحظة ال R هذه الدستنس هذه هي لابد أن تكون من السنتر إلى السنتر، من النص نص الجسم الأول ونص الجسم الثاني، فما ينفع تقول إيش تحسب المسافة من الطرف. وضحت؟ هذا هو قانون نيوتن أو قانون الجاذبية لنيوتن. طبعا هذا ثابت الجذب الثابت هذا كونستنت تكون حافظه، فتلاحظوا هذا هو القانون. تلاحظ حاجة إنه القوتين متساوية، فهو يقول لك من قانون نيوتن الثالث أو نيوتن الثالث لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، هذا قانون نيوتن الثالث أخذناه في فيزياء واحد. يقول لك من انطلاقا من مبدأ قانون نيوتن الثالث، قوة التجاذب gravitational force اللي تعطى بهذا القانون على الجسم الثاني بسبب الجسم الأول هي لها نفس المقدار كماجنيتيوت للقوة اللي إيش المبذولة على الجسم الأول بواسطة الجسم الثاني، لكن متعاكسة في الاتجاه. إذن القوة تؤثر على خط يصل بين إيش الكتلتين. يعني لو أنا عندي كتلتين و أخذت أعرف السنتر تبعهم نصف إيش نصف الكتلتين نص يعني مركز تبع الكتلتين، وحسبت المسافة من السنتر للسنتر، وجيت حسبت قوة التجاذب الاتراكتيف فورس من بين الكتلتين، حلقة انهم يساووا بعض مستويتين في المقدار ومتعاكسين في الاتجاه. طيب هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هنا اقول لك لو انا عندي يونيفورم سفيريكال، يونيفورم سفيريكال هو زي الشكل ايش البيضاوي، الشكل البيضاوي، فهذا الشكل يعني شكل كروي، يعتبر شكل كروي تمام، زي القشرة. يعني ايش هو اليونيفورم سفيريكال؟ يعني مثلا زي الكرة الأرضية، اي شكل بيضاوي تمام، هذا يسمى يونيفورم سفيريكال، شكل زي ايش محاط بقشرة، هذا يسمى يونيفورم سفيريكال. اليونيفورم سفيريكال هذا تمام مهم جدا في هذا الشابترز، يعني الكواكب غالبا تاخذ الشكل البيضاوي او الشكل القشرة. حلوين، فاليونيفورم سفيريكال هذا هو يعني شكل له 3 دايمنشن، والاوريجين تبعه كرة بين ايش بين ايش بين قشرتين او بين حاجتين زي كده. حلوين، هذا هو ايش اليونيفورم او هو اللي هو ايش السفيره، واللي هو ايش الشكل ايش البيضاوي والشكل الكروي. طيب فمن انطلاقا من هذا المبدا اخذته يمكن انتم في فيزياء 2 اللي هو قانون جاوس، قانون جاوس في الشحنات ما الشحنات الكهربائيه وما الى ذلك. فلو انا عندي قانون القشره، قانون القشره لجاوس كان يقول انه لو انا عندي شكل تمام، لو انا عندي شكل بيضاوي
أو شكل كروي. حلوين. فايش كنا ايش كنا ناخذ؟ هو يقول لك انا لو انا عندي سطح يسمى سيرفس سطح جاوس، هذا السطح هو سطح مغلق في فراغ له 3 دايمنشن، تمام. هذا هذا السطح يكون عليه في الخارج ايش الشحنه الكيو، كانت الشحنه متوزعه يونيفورم، تمام. فلو انا جيت احسب المجال داخل الشكل هذا، تمام، حيكون بزيرو. ليه؟ لانه كل المجال موزع بشكل منتظم، فكانه كتله واحده. طيب الان هنا في نفس الحاله، في نفس الحاله، لو انا جيت قلت انا لو ان عندي شكل سفيريكال، شكل سفيريكال اللي هو ايش، اللي هو الشكل كروي، تمام. الان انا لو عندي شكل كروي وكان الجسم هذا له كتلة، هذا الجسم له كتلة نسمها M. طيب الكتلة هذه، تمام، والشكل هذا له إيش، جزء خارجي لو نحطه باللون الأزرق، تمام. الشكل له إيش، له جزء خارجي وله جزء داخلي نحطه باللون الأخضر. وقلت لك إنه هذا الشكل السفيريكال يونيفورم، منتظم التوزيع، يونيفورم سفيريكال، يعني كأن أقول الكتلة إيش، الكتلة إيش، توزيعها منتظم في الخارج، يعني عند النقطة هذه عند النقطة هذه عند كلها إيش متساوية. فهو بيقول لك لو جيت أبغى أحسب، طبعا وعندي أعرف السينتر، لو بحسب إيش قوة تجاذب الأتراكشن فورس، قوة الجاذبية في برا القشرة هذه في الأوتسايد، ممكن أحسبه في الأوتسايد يكون في إيش له حسبة، أما في الداخل الاتراكشن فورس بزيرو. ليش؟ لأنه الكتلة كلها في الداخل قلنا إيش تكون إيش مركزة إيش في نقطة واحدة في المركز، فكأنها كتلة واحدة. لما نجي بحسب المسافة، ما في مسافة، الآر هي نفسها هنا عند مركز، وبدي تعوض بالقانون، تمام حيكون عندك إيش، ما في مسافة أساسا، والكتلة تعتبر كأنها مهملة، يعني كأنها من الفاح أساسا، حيكون حتى لو كان في مثلا عندك مسافة مثال، لكن الكتلة كأنها كتلة واحدة، كتلة مهملة، فيكون كأنها بصفر، صفر عليه حاجة بصفر. فإيش فداخل اليونيفورم سفيريكال الاتراكشن فورس بيزور. ليه؟ لأن الكتل تكون صغيرة مهملة لأنها تعتبر كتلة واحدة. هذه هي النقطة اللي هنا يقول لك اليونيفورم سفيريكال شيل. اليونيفورم سفيريكال شيل هو بيقول لك يقول لك الجذب الجسم في الخارج فقط، إذا كانت الكتلة تبع الجسم هذا متمركزة في النص. أما داخل الشيل، تمام، قوة تجاذب بصفر. ليه؟ لأنه أساسا الكتلة متوزعة على أطراف الشكل، فكأنه لا توجد كتلة بالداخل، تمام. فالقوة المؤثرة على جوة الشيل هذه كأنها إغنور، كأنها إيش، مجهولة. حلوين. هذا معنى ليش إنه الكتلة أو قوة التجاذب داخل الشيل، إذا كانت الكتلة متمركزة داخل في النص في السنتر بصفر، لأنه كان الكتلة مهملة. وضحت؟ طيب النقطة اللي بعدها يقول لك لا تلخبط بين تسارع الجاذبية اللي هو 9.81 وثابت إيش الجدب الكوني اللي هو 6.67 في 10 سالب 11. فالآن عندي قوانين، قانون الوزن اللي هو M في G اللي هذا نعرفه إحنا، قوة الوزن، وقوة التجاذب الاتراكتين فورس أو الجرافيتيشنال فورس، يعطى بهذا القانون G M كابيتال في مسموع على R تربيع. طيب إيش هذا الكلام؟ هذا الكلام إنه أنا متى أستخدم هذا القانون؟ متى استخدم هذا القانون؟ القانون الأول هذا يستخدم إذا أنت كنت على الأرض، بمعنى آخر لو مثلا في الأرض وتبغى إيش عندك السيستم بين مثلا جسم، أي جسم سواء كان يسمى أي جسم أي بارتيكلز مع الأرض. أما القانون الثاني هذا يستخدم اللي هو الجرافيتيشنال فورس، يستخدم إذا أنت كنت برا الأرض في كوكب آخر، بمعنى آخر الجسمين
تمام بين كوكبين او بين الجسمين هذول معنى اخر، بدي وايرث، جسم وكوكب، جسم تمام وكرة أرضية، حلوين. طيب بما أنه بنتكلم على الكرة الأرضية، العلماء أوجدوا أن وجدوا أن كتلة الأرض كبيرة جدا وتساوي 5.97 × 10^24 كيلومتر، ورمز لها برمز M كابيتال، ونصف قطر الكرة الأرضية يساوي تقريبا 6.37 × 10^6 متر، حلوين. طيب السؤال الذي يتبادر للذهن الآن، ثابت اللي هو الجي تسارع الجاذبية العجلة، احنا حافظون 9.18 صح؟ طب هو أساسا احنا كيف جبناه؟ هو أساسا كيف أوجدناه؟ الآن أنا بديك فكرة. الآن من هذه العلاقة، وزن الجسم حنرمز له بالرمز W صح؟ الويت هو عبارة عن الام في الجي صحيح؟ قوة الايش؟ قوة الوزن تساوي قوة جذب الأرض للجسم، اللي هي ايش؟ اللي هي عبارة عن ثابت التناسب مضروب في ام واحد ام كابيتال على ار تربيع، صحيح؟ الآن أعيد وأكرر، أنا كاتبها هنا لك. الآن السؤال، كيف وجدنا ثابت التناسب اللي هو 9.18 مو ثابت سوري، كيف وجدنا تسارع الجاذبية اللي هو جي سمول قيمة تساوي 1.80؟ من العلاقة هذه إنه وزن الجسم يساوي قوة جذب أرض الجسم. مو الآن جميع الأجسام في 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 الكرة الأرضية أي جسم له إم في جي، وهذا إيش؟ اتجاهه لأسفل صح؟ معنى آخر إنه وزن أي جسم معناه هو نفسه قوة جذب أرض الجسم. مو الآن الجسم هذا بينزل أسرعته بينجذب الأرض، فما العلاقة هذه من المعلومة هذه إنه أقول لك وزن الجسم الويت يساوي قوة جذب الأرض للجسم. طيب وزن الجسم عبارة عن إم في جي صحيح، وقوة جذب الأرض للجسم هو قانونه هذا جي في إم واحد إم اثنين على أر تربيع، حيث أن نستبدل إم اثنين بإيش؟ بكتلة الأرض إم كابيتال. طيب الآن ممكن أنا أختصر، لاحظوا في القانون هنا ممكن أختصر إنه إم، هاي نمسح هذه، ممكن اختصر الامس اللي من اليمين هذه ام هدف الاسر، بقي عندي جي في ام ايرث كتلة الارض على ار سكوير تربيع على ايش؟ نصف القطر للكرة الارضية. لما تجي تعوض ب كتلة الارض في ثابت التناسب الجي على نصف القطر تبع الكرة الارضية، حيطلع عندك قيمة عجلة الجاذبية اللي تسرع الجاذبية الارضية تساوي 1.8. اذا عرفنا كيف من فين اوجد العلماء الجي عن طريق قوة ايش؟ الجاذبية وقوة جذب الأرض للجسم، حلوين. طيب تعال ناخذ أمثلة. قال لك كالكوليت ذا جراف، طبعا في المسائل ما حيطلب منك جيب الجي تسارع الجاذبية، خلاص هذا احنا حافظينه. اذا طلب منك جرافيتيشنال فورس حتستخدم هذا القانون، القانون الأساسي في الشابترز. وين القانون؟ هذا القانون عبارة عن ثابت التناسب مضروب في كتلة الجسم الأول مضروب في كتلة الجسم الثاني على مربع المسافة بيناتهم. طيب في السؤال قال لك احسب لي جرافيتيشنال فورس بين كرتين من البولينج، حلوين، كتلة كل واحدة منهم 7.3 كيلوغرام، معناته ام 1 7.3 وام 2 7.3 سيبريتد باي، والمسافة بيناتهم من السنتر للسنتر كم؟ 65% متر بين مركزيهم. الفقرة الثانية أيضا احسب لي الـ تمام قوة الجاذبية الجرافيتيشنال فورس بين الأرض والقمر. يلا طيب أول شيء نجي نقول نطبق العلاقة، الإف عبارة ثابت التناسب هذا يكون معطى وحافظه، كتلة الجسم الأول 7.3 × 10^3 كيلوغرام يعني على مربع المسافة بينهم 0.65 التربيع. طبعا لما تعوض لك الجواب 8.4 × 10^9 نيوتن. ايش تلاحظ؟ تلاحظ انه قوة التجاذب الجرافيتيشنال فورس صغيرة جدا، لاحظ انه 10^9 يعني شيء يكاد معدوم. طيب ماني فاهم، تعال شوف الفقرة الثانية.
تعالوا احسب لي قوة تجاذب بين الأرض والقمر. طبعا يعطيك كتلة القمر كتلة الأرض. كتلة القمر تمام 7.36 × 10^22، وكتلة الأرض 5.38 × 10^24، وثابت التناسب هذا هو. والمسافة بين القمر والأرض حلوين أعطاك يكون معضلك في السؤال هذا المقدار 6.37 × 10^6 متر. طيب لما تيجي أنت تيجي تعوض في العلاقة هذه حلوين، لاحظ كم حيطلع رقم، حيطلع 9.81 في سوري وين رحنا هنا، حيطلع عندك الجواب 2.1 × 10^20، 10^20 رقم كبير 20 صفر. ايش معنى الكلام هذا؟ طيب حتقول لي مصعب طيب يعني انت بتقول لي في قوة جذب بين كل الاجسام، طيب انا لما اكون جالس جنب خوي ما حنسحب له، لا هذا بيسحب له هذا بيسحب ليه؟ لانه تأثير الجرافيتيشنال فورس تأثير الاف تمام قوة التجاذب تمام تبان في الأجسام ذات الكتل الكبيرة زي كتلة الأرض وكتلة القمر كتلة الكواكب. عشان كده انت تشوف تلاحظ لما جيت حسبت قوة التجاذب او القوة الجاذبية بين كرتين كل واحدة قيمتها 7.3 كيلو جرام، كتلة صغيرة، فلما تيجي تقرب كرتين مع بعض ما في تجاذب بيناتهم صح، 10^ قيمة شبه معدومة. لكن شو لما جيت حسبت انا قوة التجاذب بين كتلة القمر وكتلة الارض، شوف كم طلع عندي قوة التجاذب 10^20، يعني قوة جذب كبيرة. ايش معنى الكلام ده؟ قوة التجاذب في الاجسام الصغيرة شبه تكون ايش شبه معدومة ولا تذكر، يعني لا يعني ما نحس بها، زي ما تجيب قلمين بين بعض ما ينجذبوا البعض، في قوة جذب لكن ما ينجذبوا البعض. لكن لو تجيب كتلة قمر وكتلة كوكب شوف كم ايش كم قيمة الاف جي كبيرة جدا. اذا ملخص الكلام هنا انه ايش كلما او تأثير الاف جي يبان في الكتل الكبيرة بين الكواكب والاقمار ومن ذلك. طيب اكزامبل اخر، قال لك احسب لي جرافيتيشنال فورس بين الارض وشخص تمام وزنه 100 كيلو جرام يقف على سطح الارض. طيب حسبناها طبعا اعطاك الارض يعطيك كتلته واعطاك كتله الشخص ام 100 اضرب 100 في كتله الارض في ثابت الجذب الكوني على مربع المسافه بين الارض وهذا الشخص اللي هو كم 6.37 × 10^6 متر. ليه؟ لانه حنعرف انه الان هو ايش يبغى يقول لك، الان شخص يقف على سطح الارض السيرفس يعني هنا هذا الشخص حلوين، واباك تحسب له جرافيتيشنال فورس بينه بين الارض والارض. حنقولها دائما الارض تاخذ من السنتر من نصف مركز الارض الى هذا الشخص، فالارض هي نفسها نصف قطر الكره الارضيه اللي تكون حافظه معضلك. فلما تيجي تحسب حيطلع عندك كم 9.81 × 10^2 نيوتن. لاحظ انه في ايش في قوه جذب، فطبيعي لما الشخص ايش كل ما يقرب الارض كل ما يقرب من الكره الارضيه في قوه جذب الارض تجذب الاجسام. وضحت؟ فكده تشوف ان قوه الجذب كبيره، لكن كل ما الشخص قرب 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 الارض تمام حيدخل سطح الكره الارضيه حيدخل الغلاف الجوي ينزل، قوه جذب الارض الجسم حتكون يعني تصغر صغر صغر صغر. لكن كل ما ابتعد تمام حلوين حيكون في قوه جذب اكبر. وضحت؟ طيب يعني مختصر الكلام هو قانون انت لم تكن حافظه طبق عليه. طيب الان نتكلم على ماذا لو كان عندي اكثر من جسم. لو انا عندي مثلا اكثر من جسم كمثال، لو انا عندي مثلا فور ماسيس مثلا هذه ام 1 وهذه ام 2 وهذه ام 3 وهذه ام 4، وقلت لك وعندي مثلا كتلة برضو هنا في النص، وقلت لك احسب لي تمام
قوة الجذب من هذا الجسم من الكتلة 4 على هذه النقطة، من 2 على هذه النقطة، من 1 على هذه النقطة، من 3 على هذه النقطة. فرح تطبق نظرية تسمى السوبر بوزيشن بكل بساطة، يعني تجيب إيش الإف نت، إف واحد اثنين، إف واحد ثلاثة، إف واحد أربعة، وهكذا. إذا لو أنا عندي أكثر من بارتيكل طلب مني الجرافيتيشنال فورس، فإيش هطبق إيش السوبر بوزيشن اللي هو إيش الجمع، تمام؟ الجمع اللي هو واحد اثنين واحد ثلاثة وهكذا. محصلة القوة عندي إف واحد نت عن محصلة القوة على جسم واحد بإيش من السامة الأخرى، إف واحد ثلاثة معناتها إيش القوة المؤثرة على واحد من ثلاثة. يعني أديك مثال هنا، لاحظ لو أنا عندي كتلتين إم واحد من اثنين، القوة المؤثرة على واحد من اثنين أكتبها زي كده إف واحد اثنين، وتكون شوف خارجة من الكتلة اثنين إلى الخارج إلى واحد، والقوة المؤثرة على اثنين هنا من واحد تكون إيش خارجة من كتلة واحد إلى اثنين وهكذا. حلوين؟ بنفس الطريقة هنا، يعني هنا جاء قال لك إف واحد ثلاثة. إيش يعني إف واحد ثلاثة؟ لو أنت عندك مثلا كورة هنا رقم واحد، كورة رقم ثلاثة، واحد وثلاثة، حيكون عندك حاجتين، حيكون عندك قوة من واحد من ثلاثة الواحد، وعندك قوة أيضا من إيش من هنا لهنا. طيب هذه كيف تنكتب؟ هذه كيف تنكتب؟ زي ما قلنا هنا حيكون عندك هنا إف واحد اثنين، حيكون عندك هنا إيش إف ثلاثة واحد، هنا حيكون عندك إف واحد ثلاثة. هذا إيش؟ هذا كيف يقرأ؟ هذا يقرأ إنه القوة المؤثرة على ثلاثة من واحد، القوة المؤثرة على واحد من ثلاثة، تمام؟ إلا على ثلاثة من واحد، فروم هذه تيجي تسام يخرج ليش؟ يخرج لبرا، واضح؟ وهكذا. طيب هنا بيقولك لو أنا عندي تمام جسم غير منتظم، ما أقدر إيش أعمل له إنتجريش عشان أجيب إيش النت فورس، هيطلع نفس القانون. طيب ماذا عن الجرافيتيشنال فورس قرب سطح الأرض؟ أفرض أنا عندي نفرض إن الكرة تمام شكل كرة منتظم، لو كتلة سميها إم كابيتال، المغنيتيود تبع الجرافيتيشنال فورس من الأرض على الجسم هذا إم، الجسم هذا يقع خارج إيش قشرة الغلاف الأرضي، يعني على سطح الكرة الأرضية، والمسافة من السنتر تبع الكرة الأرضية إلى هذا الجسم زي ما وضح عندك في الشكل يعطى بعلاقة زي ما قلنا هذه جرافيتيشنال فورس. طيب الآن بما أنه القوة هذه نتجت عن تسارع جاذبية، فممكن نردد برمز اي جي وشرحنا كيف وجدنا تسارع الجاذبية اللي هو اي جي، حسبناه طلع 7.1 متر بير سكند سكوير. هذا الآن يمكن نطبقه على أي كوكب بشكل عام، أقدر أحسب الجرافيتيشن اكسلريشن تسارع الجاذبية لأي كوكب بهذه العلاقة، ثابت الجذب الكوني في الكتلة على ار سكوير. ولو حسبتها بهذا القانون في الارض هتجد ايش انه قيمة الجرافيتيشن اكسلريشن تساوي تمام 9.81. وضحت؟ هذا بيعلمك كيف توجد ايش التسارع لأي كوكب. طيب للتبسيط يقول لك احنا نفرض انه السقوط الحر جي على الجسم هو نفسه الجرافيتيشن اكسلريشن اللي نسميه الان اي جي، هو نفسه. طيب يقول لك معلومه اخرى هنا انه نقدر نفرض انه الجي لها ايش قيمه ثابته 7.81 في اي مكان على سطح الارض. في الحقيقه اذا احنا بنتكلم على شكل براكتيكال، إذا قسنا قيمة الجي في كقيمة السرعة الجاذبية عند نقاط مختلفة سنجد إنها إيش ما هي ثابتة، هتختلف. يعني القيمة هذه ما هي ثابتة، يعني أنت لو رحت مثلا على السطح مثلا قمة إفرست قمة هملايا، لو جيت حسبت التسارع هذا حيكون تقريبا 9.77،
فشوف هو تقريبا 9.81، لكن هم ايش بقول لك يختلف كقيمه يختلف، لكن هم خلاص قالوا الدم على الارض قيمه ثابته. طب ما سبب الاختلاف في قيمه الجي السمول؟ ما اتكلم على ثابت الجد، ثابت الجد هذا خلاص ثابت جي كبت، هذا اتكلم على السرعه الجاذبيه اللي نعرف 9.81. ما سبب الاختلاف لعده نقاط. اول شيء انه كتله الارض ليست ايش منتظمه التوزيع. النقطة الثانية الأرض ما هو شكل كروي بيرفكت، يعني ما هو شكل كروي بالضبط، ممكن يكون شكل بيضاوي. النقطة الثالثة الأرض بتدور، فمع دورانها الشكل وحجم الكرة تختلف من نقطة لنقطة. عشان كذا قلنا إيش، إنه لو بنيجي نحسب في الحقيقة تسارع الجاذبية مثلا قمة في فريست تختلف عن مثلا على الأرض 9.77 تقريبا 87، لكن هم بالتقريب قالوا خلال 9.81. باستخدام قانون نيوتن قالوا انه ممكن نجد الفري فول اكسيليشن تسارع الجاذبية بالشكل التالي، اللي هو انه عبارة عن جرافيتيشنال اكسيليشن اللي هو اي جي اللي هو 9.81 ناقص السنتربيتال اكسيليشن اللي هو القوة الطاردة أو تسارع المركز، يعطى بهذه العلاقة في سكور على أخذناها في الشابتر السابق. حلوين. الترم أوميجا سكوير في R هذا قيمة 0.043 متر بالسكن سكوير، وهو تقريبا أصغر من سرعة الجاذبية اللي هو 9.8 بالمتر سكوير متر بير سكن سكوير. حلوين. طيب لو جينا دخلنا في أعماق في الكرة الأرضية شوية، بنحسب التسارع الجاذبية جوة الأرض باستخدام نظرية نيوتن، نقدر نستخدم ايش علاقة التالية. اذا كان الجسم داخل القشرة تمام، قلنا خلاص ايش النت فورس بزيرو، خلاص اتفقنا عليها. قلنا ليش؟ لانه كتلة تكون ايش تمام منتظم التوزيع برا، واذا كان الجسم جوا، واذا كان الكتلة جوة الجسم انا ما اقدر اقول لك انه هو ممكن يكون في السنتر ممكن يكون في الطرف، فعشان كذا اقول لك ايش الكتلة بصفر وإذا الفورس بصفر. أما إذا كان البارتيكلز هذا، لاحظ زي الكتلة هذه برا القشرة برا الكرة الأرضية، فأقدر أقول إيش، أقدر أحسب النت فورس أو بشكل عام F تساوي G في M واحد في متنع على R سكوير. إذا داخل أي شل لو قال لك جيب لي الجرافيتيشنال فورس حتقول بزيرو، لكن إذا كان الجسم هذا كان الجسم خارج الجسم الآخر تمام خارج على الشل، فحاقول ايش في قوة تجاذب بين ايش الكتلتين. طيب اذا كانت كتلة الارض توزيعها منتظم، نقدر نقول الجرافيتيشنال فورس المؤثرة على هذا الجسم تكون اكبر ايش مقارنة مع ايش على سطح الكرة الارضية، وحتقل اذا انت ايش بتروح ايش للخارج وبتبعد عن سطح ايش الارض او سطح الكوكب. طبيعي كل ما بتعيد فالجرافيشنال فورس ايش حتقل. طيب اذا كان البارتيكلز بيرجع بيدخل يعني بايش يعني الان كده كمسافة، مثلا عندي انا كتلة هنا R مسافة من هنا لهنا، فهنا في مسافة R، كل ما انا اقرب تمام بقرب من السنتر تبع الكرة الارضية، يعني هنا المسافة بتقل 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 بتقل، إذا الجرافيتيشنال فورس بتزداد لأنه في علاقة عكسية. حنقول الإف عبارة عن جي في إم واحد في إم كابيتال آر سكوير، فكل ما قلت المسافة صغرت المسافة بين السنتر والسنتر تبع الكتلتين، فالجرافيتيشنال فورس إيش بتزيد، والعكس صحيح. إذا بيقول لك إذا كان الجسم هذا موف انوورد يعني بيش بيمشي، لكن انوورد بيدخل على الكره الارضيه، جرافيتيشنال فورس حتكون ايش اما تزداد اذا كان الجسم لانه الجسم ايش بيقرب بشكل اقرب الى الارض، وتقل لانه الثيكنس تبع الشيل حق الماتيريال يقع على ايش اوتسايد البارتيكلز. تمام باختصار شديد جدا يعني هذه النقاط ممكن تجيك كاختيارات. حلوين. طيب افرض ان عندي
الكتلة دي كأني أخذت الكرة الأرضية وعملت لها زي إيش الشق من النص وكبسول كبسول كبستها يعني زي الكبسول. فأقدر أحسب ال تمام النيت فورس عليها بهذه العلاقة. حيكون عندي حاجتين، كتلة الأرض من داخل السفير كشكل مقطعي يعطيني بهذه العلاقة، وأقدر أقول الجرافيشنال فورس داخل الكبسولة تعطى بهذه العلاقة جي في ام سمول في ام كبت الأرض ار سكوير ار تكعيب في ار، حيث أن الام انسايد هي كتلة ايش الكتلة داخل السفير بنصف قطر تبعها، والار هي المسافة من الأرض من سنت من مركز ايش الأرض، والار كبت والام كبت والرو هي نصف القطر والكتلة والدنسي تبع ايش الأرض. طيب هنا بيقول لك جرافيتيشنال بوتنشال انرجي، الان بيختصر شيء جدا. الان انا اقدر في شابتر 8 تكلمنا عنها عن الطاقه الوضع، قلنا عباره عن الام في الجي في الواي صحيح، هذا اذا كان الجسم في الارض. طيب الان افرض انه الكتله هذه ممكن ايش تتحرك مبتعده عن ايش سطح الكره الارضيه، والمسافه نسميها ار من سنتر الكره الارضيه زي ما هو موضح عندك في الشكل. لاحظ انه هذا الجسم خرج من ايش من الكره الارضيه وراح مبتعد عن الكره الارضيه. طيب هنا الحاله هذه كيف انا ححسب الطاقه الوضع؟ بما انه مبتعد فحيكون عندي سالب، وبالقوانين اوجدوها قالوا انه طاقه الوضع للجاذبيه الجرافيتيشن طاقه الوضع للجاذبيه الارضيه عباره عن ماينس جي كابيتال في ام سمول في ام ايرث على ار. هذه الاشاره السالبه تقول انه الجرافيتيشنال فورس هي ايش تجذب، بمعنى اخر السالب لانه بيخرج عكس تمام واضح. وقلنا الشحنات المتشابهه تتنافر المختلفه تتجاذب. فافرض انه مثلا انه كتله الجاذبيه حقت الارض هنا نازل الارض وحلوين والاخرى ايش حتكون معاكس لها في الاتجاه، فهنا في تجاذب بيناتهم. لكن ما اباك تفهم الكلام كذا، كلام هذا قانون تمام. طيب اذا كان الجسم محتوي على اكثر من اذا كان السيستم محتوي على اكثر من جسم حتى نفس القانون تطبقه. يعني مثلا هنا لو بتحسب ايش طاقة الوضع للكتلة هذه والكتلة هذه والكتلة هذه بهذا القانون. طيب ماذا لو الجسم خرج من ايش من الجاذبية تبع الكرة الأرضية؟ ايش معنى الكلام هذا؟ الآن انا عندي هذا سطح الكرة الأرضية وله ايش مدارات، فسطح الكرة الأرضية لها غلاف جوي ولها ايش زي ايش مقدار الجاذبية تمام حلوين. غلاف جوي لها هنا في مقدار الجاذبية، يعني انت كشخص او اي كتلة لو كانت داخل الكرة الأرضية الى هذا المدار اللي باللون الاحمر فسرعة الجاذبية هنا ثابت. طب لو جاذبية يعني الاجسام الكرة الأرضية تجذب الاجسام الى ايش الى 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 ارض. لكن لو الجسم خرج وعدى خرج هرب اسكيب خرج من هذه النقطة ففي سرعة له، ايش السرعة هذه اللي تخليه يخرج ويهرب من ايش من مجال جاذبية الارض؟ هذا هو اسكيب سبيد. اسكيب سبيد انا اقدر اخلي القمر الصناعي يطير بسرعة او سرعة الهروب هي اقل سرعة انا اقدر اديها للقمر الصناعي او الكوكب او الجسم، حيث أول ما يطلع من نقطة جذب الأرض تصبح سرعته بصفر. أعيد، ما هو الاسكيب سبيد؟ هي أقل سرعة أقدر أديها للقمر الصناعي ساتلايت أو أي كوكب أو أي جسم، بحيث أول ما يطلع من نقطة جذب الأرض تصبح سرعته بصفر. تعال شوف الشكل اللي فهم الفكرة. الآن هنا أنا لو أنا عندي مثلا كتلة حلوين، هذه الكتلة أو الجسم هذا خرج جاء على سطح الكرة الأرضية، لسه الكرة الأرضية تحاول تجذبه، فلما يطلع كمان يبتعد عن الكرة الأرضية حيكون فيه زي إيش زي الحاجز هذا. بعده إذا الجسم هذا قدر يعدي هذا الحاجز هذه النقطة تسمى نقطة جذب الأرض، إذا عداها خلاص الجسم هذا حيهرب. إيش يعني حيهرب؟ يعني حيروح لمانا يمشي لمانا هاي يمشي لمانا إلى إن شاء الله ما في جاذبية، خلاص جاذبيته بصفر، جاذبيته انتهت. فتلاحظ انه المسافة هنا ما ايش معنى ما نهاية؟ معناته انه الجسم هذا حيمشي الى ما نهاية ان شاء الله. ليه؟ لانه خرج من ايش؟ خرج من نقطة تحكم الارض بالاجسام.
ففي شيء اسمه سكيب سبيد. السكيب سبيد هذه اقل سرعه انا اقدر احسبها بعدها اقدر ايش اطلع من ايش نقطه جذب الارض الى السام. حلوين هذا كلام مذكور هنا. و بالحسابات اوجدوه طلع يساوي تقريبا بهذا القانون طلع يساوي تقريبا 11.2 كيلومتر برسكن. ملاحظة هنا انه ايش السكيب سبيد ما يعتمد على الكتلة. انا قلت لك ايش بس الارض ما لا نهاية هنا لانه اول ما يخرج من نقطة جذب الارض راح يكمل طريقه الى ما لا نهاية ان شاء الله. نجي الان للبلانيتس والساتلايتس وقوانين كيبلر. الان في عندنا ثلاثة قوانين لكيبلر تصف الاقمار الصناعية وحركة الاجسام. القانون الاول القانون الثاني والقانون الثالث. انا صورت لكم اياه هنا بالعربي عشان يفهم الفكره اكثر. قوانين كيبلر كالتالي: اولا القانون الاول والقانون الثاني والقانون الثالث. القانون الاول يقول لك تدور الكواكب حول الشمس في مدار إليبس مدار هليجي والشمس تحت احدى بؤرتيه. هذا قانون كيبلر الاول بكل بساطه. يقول قانون كيبلر الاول يسمى قانون المدارات باللغه الانجليزيه ذا لو اوف اوربتس. يقول لك كل البلانيتس كل الكواكب تدور في إليبتيسل يعني قطع ناقصه في شكل هليجي. ايش هو الشكل هذا؟ الشكل الهليجي. الشكل الهليجي اللي زي كذا زي كانه شكل بيضاوي تمام في مدارات. والشمس تمثل احدى في المدار هذا له بؤرتين. بؤرتين زي يعني كذا زي النقطتين. الشمس تمام تكون في احدى البؤرتين. الشمس تكون في احدى البؤرتين. هذا كلام كيبلر الاول. القانون الثاني لكيبلر كالتالي. يقول كيبلر اين ذهبنا؟ كيبلر يقول لك في خط وهمي يصل بين كوكب وشمس وهذا الخط يقطع مساحات متساوية خلال أزمنة متساوية. نرجع نفهم الفكرة. يقول لك قانون الثاني لكبر قانون المساحات law of areas. الخط الوهمي بين الكوكب إلى الشمس sweeps out يقطع مسافات أو مساحات متساوية في أوقات متساوية وهذا يعطى بالدي اي باي دي تي حيث ان ايش ال اي هي ايش كونستانت. قانون الثالث ذا لو اوف بيريود قانون كيبلر الثالث وهذا القانون برضو جدا مهم. يقول التالي انه مربع النسبة بين زمنين دوريين لكوكبين حول الشمس يساوي مكعب النسبة بين متوسطي بعديهما عن الشمس ويعطى بهذه العلاقة R A اللي هي ال 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 البعد الأول أو نصف قطر البعد الأول تبع الكوكب الأول على بعد نصف قطر الكوكب الثاني يساوي مربع النسبة بين إيش زمنين دوريين لكوكبين. فهذا يعطى بالعلاقة هذه وهذا كلام the square of the period of any planet is proportional to the cube of the semi major axis of its orbit. طيب تعال كذا نتكلم شوية على قوانين كيبلر. قانون كيبلر الأول يقول لك يمكن نصفه بتو باراميتر. لاحظ أنه هذا الشكل الهليجي الإليبس. لاحظ أنه عندنا السيمي ميجر أكسس محور شبه رئيسي هذا هو هذا السيمي ميجر أكسس سمي A مثلا. طيب إيش في كمان السنشيرسيتي E هي المسافة بين المركز الإليبس وإلى البؤرة اللي هي نسميها EA. طبعا هذه البؤرة زي ما قلنا وهذا الشمس كمثال. ويقول لك في حالة خاصة إذا كان عندي ال 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 E اللي هي المسافة بصفر في هذه الحالة نقدر نسوي دمج ميرج للبؤرتين في نقطة واحدة باختصار شديد جدا. ما يعني كلام هذا التفصيل ما ايش ما احتاجه. هنا بيقول لك ايش الشمس تمام ايش تحتل احدى البؤرة يعني الشمس ممكن تكون في هذه البؤرة او في هذه البؤرة. طيب قانون كيبلر الثاني قوانين المساحات اللي هو ايش لو انا عندي مساحة صغيرة تزداد معدل دلتا اي تاخذ زمن. لاحظ ان انا عندي هنا مثلا لو انا عندي
الشكل البيضاوي حيكون عندي هنا ايش؟ الكوكب هذا يدور حول الشمس صح؟ يقطع مسافات متساوية، فهذه المسافات ثابتة تمام؟ أو في أزمنة ثابتة، وهذا القانون طبعا، لكن ما أتوقع إنه إيش مطالبين به. وهذه الجملة مساوية لقانون حفظ الزخم الزاوي. قانون كبلر الثالث، قانون البيرج الأزمنة، يقول لك القوة قوة التجاذب تمام؟ الدورية التي تحتاج لقوة التجاذب تزود قوة طاقة مركزية دورية لحركة الدورة. احنا نعرف اي جسم تمام دائري او جسم له حركة، اي جسم يدور في حركة دائرية له ايش؟ قوة ايش؟ قوة طاردة مركزية. اي جسم يدور في حركة دائرية قوة طاردة مركزية تمام، هي اتجاهها من سنتر الى الجسم. فمن العلاقة نفسها وجدوا انه هذا ايش القانون تبع ايش كبر الثالث، وهذا كلام جدا مهم. قانون كبر الثالث يقول انا عندي علاقة بين قوة الطرد، قوة الجاذبية الاف جي gravitational force مع الاف سي اللي هي قوة الطرد المركزية، اخذناها في شابت اتوقع 8 و7. وقانون الاف سي عبارة عن ام في مربع السرعة على ايش R. طيب برضو نقدر نحسب الطاقة الحركية والطاقة الميكانيكية للسام. إذا أنا عندي بلانيت أو ساتلايت، كوكب أو قمر صناعي له كتلة ويتحرك في مجال دائري، بما أنه له مجال دائري فإيش له إيش له طاقة والطرد مركزية، وتعطى الطاقة الحركية والطاقة الوضع بالعلاقة التالية. اليو عبارة عن سالب جي في ام كابيتال ام الار، والطاقة الحركية عبارة عن جي ام كابيتال في ام على 2 ار. لو انا عندي ساترايت يدور في مجال دائري، ممكن نقول الطاقة الحركية عبارة عن ناقص نيو على 2. طيب الطاقة الميكانيكية اخذناها في شابتر البوتنشيال، عبارة عن حاصل جمع الطاقة الحركية زائد الطاقة ايش زائد الطاقة طاقة الوضع البوتنشيال انرجي. نعرف انه الطاقة الميكانيكية تقدر تحسبها بهذا القانون. طيب في طريقة اخرى تقدر تقول ايش؟ عوض بالكي بهذا القانون تبعه جي ام كابيتال ام على 2 ار، وعوض باليو بهذا القانون تبعه. الان مديك ايش؟ لاحظ المقامات موحدة. اول شيء واحد مقامات، كيف توحد مقامات؟ كالتالي هنا تضرب جي ام جي في ام كابيتال في ام سمول على 2 ار، قانون الطاقة الحركية ناقص البوتنشال هو جي ام كابيتال في ام سمول على ار. لاحظ انه انا وحدت مقامات هنا، ضربت هنا في 2، ضربت هنا في 2، وحدت المقامات طرح 1 - 2 حيطلع عندك ايش؟ سالبا جي في ام كابيتال ام سمول على 2 ار. طب ايش تلاحظ الان؟ اليس هذا المقدار اللي هو جي في ام كابيتال في ام سمول على ار هو نفسه هذا المقدار تبع قانون البوتنشال انرجي؟ صحيح. فانا اقدر اقول ناقصا 1/2 فيو هو نفسه يعطيك ايش؟ الميكانيكال انرجي. حلوين. طيب اذا كان عندي شكل اليبسي اللي هو شكل بيضاوي، نقدر ايش نقول القانون هذا هو. طيب ماذا قال اينشتاين عن الجاذبيه؟ اينشتاين قال انه الجرافيتيشنال والاكسيريشن متساويه، قوه الجاذبيه والتسارع متساويان. واوجد مبدا مهم جدا في الجاذبيه يسمى جنرال ثيوري اوف ريلاتيفيتي، النظريه العامه النسبيه، وهذا بحر وعلم كبير، النظريه العامه النسبيه لاينشتاين، وشرح ايش تاثير الجرافيتيشنال في ايش في الفضاء وفي الفراغ. ما علينا منه. نجي الآن للهوم وورك، نحلو على السريع ونختم بها الشابتر. السؤال الأول قال لي ما هي المسافة التي يجب أن تكون بين كتلتين M1 و M2 و Gravitational Attraction Force FG تساوي 2.3 × 10^12 نيوتن. قانون هذا الجاذبية هو ايش يبغى الـ R تربيع، فطرفين في وسطين حيطلع عندك هذا القانون، تعرف كيف تعوض به. عندك كل المعطيات حيطلع عندك الجواب 19 متر.
السؤال رقم اثنين قال لو انا عندي ساتلايت، لو انا عندي قمر صناعي في يدور في مدار دائري، طاقة الحركية وطاقة الوضع والتوتال انرجي حقه يعطى به قانون، هذا هو القانون اللي قلت لك عليه ماينس يو على 2. السؤال اللي بعده، انا عندي مربع طول الطرف الضلع تبعه 20 سنتيمتر تمام، في اطراف في فورس فيرس ماسس كتل ام 1 5 جرام وام 2 3 جرام وام 3 1 جرام وام 4 5 جرام، وفي النص في نصف هذا المربع في كتله ايضا 5 جرام او 2.5 جرام. المطلوب يبغى الماجنيتيود تبع النيت جرافيتيشن فورس، يعني يبغى الاف جي او الاف تمام من الكتل هذه اللي في الاطراف على 5. طيب انا حليتها هنا، انا بشرحها على السريع كالتالي. جيت رسمت هذا الشكل، حولت اول شيء اقل لي 10 كم 20 سم حولتها لي ايش متر 2 من 10 قسمت على 100، اذا طول المربع الضلع المربع 2 من 10 2 من 10 2 من 10. الكتل عندي قال لي ام 1 وام 4 متساويين هو 1000 جرام، حولته لايش او سوري 5 جرام حولته لكيلو جرام قسمت على 1000. ام 2 قيمتها 300 كيلو جرام حولتها، وام 3 حولتها ايش قسمت ايش على ايش، عرفت طلعت 1 من 1000 كيلو جرام. طيب ابغى الجرافيتيشنال فورس المؤثر على الكتله اللي في النص هذه من الكتله الاخرى تمام، فروم يعني قال لك اون ام فروم، من كلمه فروم هذه يعني حتيجي ايش من مثلا الكتله 2 تحط سهم رايح على 5 وهكذا، تلاحظ انه كل الاسهم رايح على ايش السنترز. طيب اول شيء لازم تعرف انه في قانون نيوتن الثالث اذا كان عندي قوتين متساويتين في المقدار متعاكستين في الاتجاه فيلغوا بعض كايش كقوه جذب. فانا عندي اذا كان عندي ام 1 يساوي ام كم ام 5 تساوي ام 4 صح، او معنى اخر سوري ام 1 تساوي ام 4 لانه كتلته متساويه، ما انه متساويتين فلما تجي كل واحده متساويه في المقدار ومتعاكسه في الاتجاه، فاكنسل هذه واكنسل هذه لانهما متساويتان في المقدار ومتعاكسان في الاتجاه فيلغوا بعض. انا يبغى لي احسب قوه التجاذب اف 5 2 اف 5 3. طيب اجيت الان كنسلت هذه وكنسلت لهم متساويتين في المقدار ومتعاكسين في الاتجاه، جيت الان حطيت هذول القوتين اللي هو شوف اف 5 2 اخذتها هذه نزلتها هنا كمددتها كخط، اف 5 3 جيت حطيتها في السنتر وقسمتها بشكل توضيحي اهو. الان بحتاج المسافه لانه من السنتر للسنتر، انا عندي هنا كتله عندي كتله هنا فيثاغورس، اذا كان الخط كامل هذا 2 من 10 فالنص حيكون 1 صحيح. بكل بساطة أجي واحد من عشرة واحد من عشرة واحد من عشرة، طبق فيثاغورس اللي هو مربع الأول الوتر تربيع يساوي بي تربيع زائد سي تربيع، يعني زي حيقول يساوي 0.1 تربيع زائد 0.1 تربيع، حيطلع عندك 0.14 هنا 0.14 هنا. خلاص جبت الوتر، جبت المسافة اللي هي أساسا الوتر، طبق ليش العلاقة عندي جي ام 5 في ام 2 على ار تربيع زائد جي ام 5 ام 3 على ار 2. لاحظوا ان عندي شيء مشترك الجي والام 5 والمسافه مشتركه، اخذتها كلها مشترك وطرحت ام 2 اقسم 3 عوض بيهم حيطلع الجواب 1.67 في 10 سالب 4 نيوتن. وضحت؟ سؤال رقم 4، سؤال 4 قال لك انا عندي ساتلايت كتلته غير معروفه له نصف قطر 2 من 10 ومقدار الجاذبيه قوه الجاذبيه 8 نيوتن، يبغى الطاقة الحركية في الساتلايت. طيب دايركت نجي نحل من قانون كبرى الثالث انه قوة الجاذبية تساوي قوة القوة الطاردة المركزية. قوة الجاذبية هي عبارة عن جي في ام سمول في ام كابيتال عرض التربيع، ام هي كتلة كابيتال كتلة الارض، وقوة الطاردة المركزية قانون ام في سكوير على ار، طبعا اعطاك نصف القطر واعطاك الاف جي 8 نيوتن. يبغى الطاقة الحركية بكل بساطة تعوض عن ال اف جي ب 80 المعطى لك في السؤال و ام في سكور على ار زي ما هي. الان تقسم تضرب الطرفين في ار، هذه الار تروح مع الار، عندك في الطرف اليسار ار في 80
يساوي ام في سكوير. طيب عوض بالار ريت 2 في 10 في 7، جبت الام في هذه خليها ثابت ما تلعب فيها، جبت قيمتها، اخذ قيمتها هذه الطاقه الحركيه قانونها هذا هو صح، مع ان ام في سكوير طلعتها بهذا المقدار اعوض ب، حيطلع الجواب. طيب السؤال رقم 5 نختم به السؤال قبل الاخير. سؤال 5 قال لك اذا انا عندي كوكب يدور في مدار دائري حول الشمس، مسافته اذا كان مسافته من الشمس 4 اضعاف مسافته من الارض، الشمس من الارض، يعني في مسافه اذا كانت المسافه من الشمس تساوي 4 اضعاف المسافه من الارض للشمس، كوكب مع الشمس وكوكب مع الارض، احسب البيود يبغى التايم او كبلر الثالث. فرض انه نرجع انا بس على السريع، فرض انه نعرف انه في اول شيء وين راح السؤال تالي الان، من قانون كبلر نعرف انه في علاقه بين البيرد والمسافه، تي تربيع بتتناسب ايش بروبورشنال مع ايش مكعب ايش المسافه بين الكوكبين. هو قال لك انه ار داش يساوي 4 ار، هنا المسافة 4 أضعاف المسافة الثانية، فقلت R داش يساوي 4 R، ففي علاقة هكذا أقول T داش على T الكل سكوير على R داش على R، ال R داش هي 4 R فعوض بها راحة ال R مع ال R، وال T أنا عندي سنة واحدة، سنة واحدة تدور الأرض حول إيش؟ حول الشمس، فأجي أعوض هنا بواحد، أفك الأقواس هذه، تمام؟ أنا أبغى جدول التربيع إيش أسوي؟ أتخلص من التربيع هذا، أخذ التربيع الطرفين، صار عندي جدول التربيع 4 و3، حيطلع 8 سنوات. السؤال الأخير. قال لي لو أنا عندي سفيريكال شيل شكل كروي له نصف قطر داخل ونصف قطر خارجي، كلام موزع توزيع منتظم، في النهاية قال لك يبغى القوة إيش قوة التجاذب داخل إيش داخل إيش الشكل هذا، يعني كان عندي شكل تمام في عندي نصف قطر داخلي نصف قطر خارجي. طيب السؤال ما هي قوة التجاذب في الشكل الداخلي؟ صفر زي ما قلنا خلاص، فطلع الجواب صفر. وضحت؟